لافته. أي. زيزو افضل لاعب من افضل ثلاث لاعبين او اربع لاعبين في الملعب، هل ينفع يطلع؟ لا مستحيل، ما فهمتوش والله، ما فهمته يعني التغييره دي بالنسبه لي ما تغير مرموش. واتكلمنا بالظبط، لا واتكلمنا عليها الماتش اللي فات وبعديها بدقيقتين غير مرموش. خلي بالك انت بتنزل كهرباء او مرموش لما قاعد معاك على الدكه عشان تحط جنب مصطفى محمد وتلعب عرضيات. طب ما هو زيزو اللي بيلعب عرضيات. وحاجه ثانيه يا كابتن سامي، نقطه مهمه قوي، روي فيتوريا بقى له مع مصر اكتر من سنه. صحيح. تمام. السنه دي هو اشتغل فيها فعليا اربع او خمس شهور، في ست شهور نظري. انت بتتابع ولو تفتكر في فتره، معلش برضه نقول برضه، لا اتفضل اتفضل. انا راجل ماسك موقع يلا كوره، كان يجي لي من الاتحاد صور والله العظيم يا ثابت، الجهاز الفني للمنتخب يتابع مباراه كذا، والله بجد تبعت ما تلاقيش والله، لا اللي كان بيحصل اوكي. واتحاد الكوره يجيب لي صوره الجهاز الفني قاعد في الماتش في المقصوره، الجهاز الفني يتابع مباراه في الدوري كذا، اول ما مسك فانت بتقول الله الحلاوه دي. دي الناس بيروحوا الماتشات ما بيجيبش فيديوهات، بيقعد مع المدربين وبيقعد مع المديرين الفنيين، فتبدا انت تفهم ايه ان هو معاه كل تفصيله عن اللعيبه. السؤال بقى النهارده بعد احنا ما خلصنا الثلاث ماتشات ونتكلم على ايجابيات، عايزين برضه نتكلم على ايجابيات وسلبيات، لان برضه في بعض الايجابيات نتكلم عليها النهارده. بكل امانه امام عاشور هل ينفع ما يكونش اصلا انا شايفه اساسي مع الفريق من قبل البطوله؟ دي كارثه. ده واضح ان انت اصلا مش عارف صح امكانيات لعبتك. اول نقطه. طيب النقطه الثانيه، تريزيجيه كاساسي هل اصلا ينفع يقعد على الدكه في غياب محمد صلاح؟ لا كمان آسف. يعني لا انا اسف، ما هو معلش، لا انا اسف، احنا بنتكلم كوره بقى، معلش نتكلم كوره. النهارده انت في الملعب النهارده كان تقريبا ده افضل تشكيل ليك، ما عدا في وجهه نظري الشخصيه مركزين بس، كنت محتاج تشيل احمد حجازي تحط ياسر ابراهيم وتشيل مرموش من البدايه وتحط تريزيجيه، ده وجهه نظري. محمد حمدي مكان فتحي. نعم مكان فتوح محمد حمدي. انا بشوف يعني 4-4-2 قصدك من البدايه؟ لا بتلعب 4-3 عادي، بتلعب خط وسط. ما انت النهارده معلش برضه سابق الشوط الاول احنا مغلوبين بس انت احنا كنا احسن واحنا احسن فريق لعب كاف فيردي. احنا لعبنا كاف فيردي عامل 12 محاوله الشوط، احنا لعبنا كاف فيردي احسن من غانا. بس هقول لك حاجه يا جماعه، هقول لكم حاجه بس فضلك. هو انت بقيت امتى وجهه نظري برضو انت بقيت امتى كويس؟ لما تريزيجيه نزل. لا